هذا الفيديو برعاية سناب تيوب، أفضل تطبيق لتحميل مقاطع الفيديو على الهاتف من موقع يوتيوب، فيسبوك، إنستغرام، ديلي موشن. يمكنك تحميل سناب تيوب عن طريق الرابط في الديسكريبشن. السلام عليكم الله وبركاته، معكم ركام السلام من قناة أنينكم. طبعا رجعت لكم اليوم بتحدي جديد مع اخوي عبد الله. طبعا تحدي عن فيتبول، قال لي مسوي كيف اني اعرف اثبت. لا امزح على الكاميرا عيال، ايوه التحدي هو مو بكوره عاديه، لا تحدي لعب قواطي، طبعا نظام قواطي. انا راح اختار قوطي، عبد الله راح يختار قوطي، اللي بينهزم الله يعينه العقاب تمزيعه، هو راح نربطه مزع اللي بينهزم. ان شاء الله عبود ينهزم ان شاء الله، صح عبود؟ الله تبطي. ها اخوك كبير يعني يرحمني شوي. المهم يصير التحدي، طبعا التحدي هو عباره عن ثلاث جولات، اكثر واحد يطيح الثاني راح يفوز. اكيد ثلاث جولات يعني، فهمتوا؟ ثلاث جولات. طبعا قبل ما تشوفون التحدي او نبدا التحدي، وقفوا بس المقطع شوي وانزلوا تحت اشتركوا بالقناه، ان شاء الله نوصل 400,000، لان ما بقى شيء، باقي 12 او 10,000، يلا نوصلها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ادري ان ما راح تقصرون معي انتم يا احلى متابعين، وراح نبدا التحدي مع اخوي عبد الله. تعال عبود. طبعا في شرح تطبيقي، يعني في ناس يمكن ما يعرفون شلون التحدي وزي كذا. التحدي ان راكان راح ياخذ قوطي واحد وانا قوطي الحين بن دقيقه. المهم راح يختار، المهم قبل ما تشوف المقطع الحين بنسوي تطبيقي، اول شيء شرح بسيط لكم عشان يمكن في ناس ما فهموا التحدي وزي كذا، نشرح المعبود. يلا انت اخذ لك مكان وانا باخذ لي مكان، حط القوطي مكان بس قريب، ها خلي يكون واحد. حطوا الان العلبه على الارض وراح يبدأ ركان الآن. لعبنا الآن اللعبة، بدينا كل واحد يحافظ على علبة حقته. شوفوا ركان صقع علبة عبد الله، والآن يعتبر ركان له نقطة وهو الفائز. وإليكم المقطع. واحد اثنين ثلاثة. الله يلعنك، بغيت تروح الكاميرا. كبري واحد واحد يا سابا. من بيفوز؟ اوه يا ربو تكمل، مستحيل. فايز فايز. لا 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 الا بخ 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 لا 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 ايه كفو 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 عيال، انا اللي فايز والله. لا والله انا مصور ما له دخلك. السلام عليكم. تعال عبود نمزعك الحين. كريس حقك كفو كفو.
ابي ارد ردوا يوم يرشون علي ماي ها ردوا عليهم ايه وصلوها يلا يلا مزع قوية بالله ابغى حقة البلونة ردها لا لا يلا من باقي يلا انا اوكي انا فرده اوكي وبعدها بشوف انا بشوف فرده يلا ابي ثلاث كذا لا تقرب راح ارد حق التحدي الاول الحين بادي يصور ولا وش؟ والله تجيبها يلا 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 صوروا صوروا وينط طبعا كذا وصلنا نهاية الحلقة اتمنى ان عجبتكم يلا مع السلامة اني نجيب لا 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 من اللي رشك ذا من اللي غدر انا اوريكم يا كلبي عبود والله العظيم من ما توقعت انا اوريك تكفون لا تقصرون بالمقطع اللي نزلت التحدي طبعا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوصل عدد لايكات كبيرة ان شاء الله ولا الله تكفون اشتركوا في القناة تكفون لأن ما بقى شيء على 400,000 يعني 400,000 شيء مش ممكن المهم ما بقى شيء على 400,000 روحوا تحت اللي ما اشترك يشترك ويسوي لايك يعني شيء يسعدنا ترى اللايك بعد يعني حافز لنا وطبعا في الديسكريبشن بعد رابط سناب انتم ادخل على الرابط سناب وعطوا تضيفوني وفي رابط تحت الكواليس قناتي الثانية انا مسوي قناة ثانية عشان اسعدكم والله قناة ثانية طبعاً أنزل فيها كواليس كل مقطع أنزله هنا الكواليس تلقونه هناك إن شاء الله على طول من بكرة أنزل كواليس يعني تكمل لا تقصرون حتى اشتركوا في القناة الثانية كان معكم ركام سليمان مع السلامة